السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه المحاضرة الرابعة من محاضرات هندسة البرمجيات. برحب بحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله رمضان مبارك عليكم جميعا، وربنا يتقبل منكم صالح الأعمال. في المحاضرة دي هنعمل حاجتين. الحاجة الأولى إن احنا هنراجع على requirements اللي المفروض إن حضرتك اتفرجت عليها، ثم بعد ذلك انا عايز يعني النص ده بنات والنص التاني بنين، فرتبوا نفسكم بالنظام. هنراجع على الحاجات اللي المفروض حضرتك ذاكرتها. في حاجه مهمه حضرتك يا انسة؟ في حاجه مهمه يعني لازم نعطل المحاضره؟ حضرتك تعالي هنا، انت معانا هنا في المحاضره. طب وايه اللي جابك هنا؟ طيب اتفضلي، شكرا. هنراجع على اللي احنا عملناه في الريكويرمنتس، وبعد كده يعني نمارس هذا الكلام مع بعضنا البعض، تمام؟ وحب انا العميل الذي يدفع مرتبك بتمامه فهو سيدك وانت خدامه، وانتوا هتجمعوا ريكويرمنتس من الكلام اللي انا بقوله بعد ما نعمل شويه حاجات مع بعضنا البعض. بعض الزملاء سالني قال لي احنا هنفضل ناخد بقى كلام نظري كده؟ لا، هو الواقع ما يخش حاجه نظري في هندسه برمجيات. هدفها انك تطلع برمجيات. عشان تطلع برمجيات صحيحه يعني حضرتك مثلا عايز تروح شبرا، قبل ما تروح شبرا بتعمل ايه؟ بتسال ايه اللي بيروح شبرا يا جماعه؟ طب اتوبيس كام؟ ميكروباص بكام؟ وهكذا، واضح؟ طب بيمشي ازاي؟ فده اللي احنا بنعمله في المرحله دي. الريكويرمنتس يعني عايز اعرف هعمل ايه في السوفت وير عشان اعمله صح، والا لو انا مش عارف مهما عملت من مجهود. اتفضل انت مش بره شويه، اتفضل اخ التاني. ايوه، مهما عملت من مجهود مش هيكون ليه نتيجه، او هيطلع برودكت حطيت فيه جهدي وتعبي وطلع غلط. زي ما شخص مثلا تفضل عمل اوردر لحاجه وجات له الاوردر غلط، كويس؟ نتيجه بقى الغلط من الشركه، الغلط من الدليفري، اي حاجه، في النهايه كده المجهود دون ضاع. ولكن ابشرك يا يوسف ما تقلقش يعني ان الاساينمنت اللي جاي اللي هو هينزل النهارده ان شاء الله هتبرمج فيه، هتعمل فيه برنامج الاول اللي بلغه الجافا، تمام؟ بالاضافه الى استعداد للكويز اللي هيبقى يوم الاربعاء القادم. طيب حصل الراجل اللي بره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لحضرتك في البدايه انه اول حاجه بنعملها نوع من الفهم للدومين. الفهم للدومين ده قد تصيغه في صوره دومين اناليسيز، او قد يبقى جزء من الريكويرمنت دوكيمنت. لا، ربع ساعه. قد يكون جزء من الريكويرمنتس، كويس؟ لكن المهم ان انت تفهم ما هو الدومين اللي انت بتشتغل فيه. يعني تبقى عارف ايه الناس دي بتتكلم عن ايه، واضح؟ وده هنمارسه مع بعض كمان شويه. هنفترض سيستم افتراضي ونبدا نشتغل فيه. سواء بقى طلعت الكلام ده في صوره دوكيمنت، اتفضل، وثيقه خاصه بيها، او غالبا بيبقى جزء من حاجه اسمها اس ار اس او سوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشن، مواصفات النظام، كويس؟ وانا افترض ان حضرتك اتفرجت، اتفضل حضرتك بسرعه بسرعه، خلاص اتفضل. افترض ان حضرتك اتفرجت على الفيديوهات وحاولت تمارس هذا الكلام. فنمر سريعا كده، ايه يعني ايه دومين اناليسيز؟ يعني ايه ريكويرمنتس؟ يعني ايه انواع ريكويرمنتس؟ ايه اساليب تجميع ريكويرمنتس؟ طب ازاي اوثق الريكويرمنتس دي واوصلها للديفلوبر باوضح صوره ممكنه؟ نمر سريعا على الكلام ده ثم نعمله مع بعضنا البعض. طب اقعد هنا قدامي، اقعد هنا قدامي. بفكر حضرتك ان احنا في تقييم الكورس حتى الان كان عندنا كويز، هيبقى عندنا كويز اخر يوم الاربعاء القادم بعد الفطار عشان تكون استرديت الطاقة ورفعت مستوى السكر من 7 إلى 10 مساء. تعملوا بقى بعد الفطار مباشرة بعد التراويح، انت حر. ايه كويز هيبقى عن محاضرات 7 و8 اللي هي كلاس دياجرام، زائد محاضرات 4 و5 اللي هو requirements،
زائد بعض أسئلة على الجافا. كويس؟ فتراجع الحاجات دي. تقرأ ريدينج رقم واحد. ريكوارمنت انت مفروض اتسحلت في قرايته وفهمه. وكلاس دياجرامز هتتفرج على الفيديوهات بتاعة المحاضرات رقم 7 و8. ماشي؟ كويز حوالي يعني هيبقى مثلا نص ساعة كده او 35 دقيقة 20 سؤال. عليه 3 درجات. بالاضافة الى المسألة رقم 2 هيبقى عليها 3 أو 4 درجات. دي بروجرامينج بالجافا. ارفع ايدي. طبعا ما اقدرش ارفع صوتي اكتر من كده، لكن ممكن اطرد المزيد من الطلبة. وبعدين حضرتك ممكن تيجي تقعدي قدام هنا. ايه رأيك؟ يبقى كده حلينا مشكلة. تعالي هنا في البنش الاول. لا انا قايل بنات في الجنب ده. تعالي هنا في البنش قدام. اتفضلي حضرتك. هاتي صاحبتك. تعالي يا انسه اقعدي معاها انتوا الاثنين هنا. طيب تعالي حضرتك برضو اقعدي هنا جنبيها. ايوه واضح. بتكلم من غير مايك واحنا صايمين وزورنا ناشف، فارجوك لو سمحت. شكرا. انت مالك انت؟ اقعد. مش انت هو الاخ ده، هو عارف نفسه، هو كان بيتكلم. طيب بص يا محترم. نعم. ليه يعني نخليه لغايه 11 مثلا؟ لا لا لا، بس 8 ل 12 عشان بعد الفطار بقى خلاص. يعني ممكن نخليه مثلا، انتوا ماشيين ليه؟ تعالي هنا، تعالي 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 تعالي. انت سنه اولى؟ طب قاعده هنا بتعملي ايه؟ طب اتفضل. ماشي، كنت هحط عليهم بس خلاص بقى سنه اولى دول بيبقوا ماشيين في الكليه كده. سنه اولى بعد كده سنه رابعه الدنيا بتظبط. حضرتك ماشي نخليه من 7 ل 11. ايه كويز من 7 ل 11. اللي عايز يتكلم يرفع ايده. هيبقى مفتوح من 7. عايز تخش 7 انت حر. ايه اللي يمنع؟ انت زعلان ليه؟ من 7 ل 11 خلاص. طيب الكويز ده هيغطي صوت لو سمحت. ليكتشر 7 اند 8 يو نيد تو واتش ذيس ليكتشرز، اتفرج عليهم. و4 و5 اللي فاتوا اللي هم ريكوايرمنتس زائد جافا اللي هي ريدنج رقم 1. كويس؟ انت عندك فور ذيس ويك يو هاف فيديو ليكتشرز 7 اند 8. ذا لينكس، اللينكس موجوده عندك جوه الويب سايت. عندك ريدنج رقم 6، ريدنج نمبر 6. كويس؟ فدول مطلوبين منك الاسبوع ده، بالاضافه ان انت مفروض اديتك 3 اسابيع تعمل فيهم ايه؟ تعمل فيهم ايه 3 اسابيع؟ الاخ لابس ساعه وقميص ابيض. تتعلم جافا. عملت كده؟ بدأت. ربنا يوفقك. طيب خلاص كفايه كده اسئله. كفايه كده اسئله. كفايه كده اسئله. كفايه كده اسئله. طيب عايز اعرف ايه عن الدومين؟ حد يفكرني كده ايه اللي محتاج اعرفه عن الدومين؟ انسه اللي قاعده هنا لابسه حجاب اسود جنب الانسه اللي لابسه. ايوه عايز اعرف ايه عن الدومين. احنا هنعمل مثلا نظام للاجور والمرتبات. مره جبنا الاستاذ حسن اللي في الدور اللي تحت محاسب الاجور في الكليه وعملنا له استخدمناه كدومين اكسبرت. عايز اعرف ايه بقى عن الدومين؟ ايه اللي محتاج اعرفه؟ معلومات عامة. ممتاز. والتاسكس والبروسيجرز. ممتاز. تمام. ومستخدمي هذا الدومين. رائع جدا. بنشكرك على هذا. حضرتك تستحقي نفحة رمضانية. تفضلي يا أنسة. تعالي. تفضلي. طيب بص يا محترم، جبنا الاستاذ حسن زي ما قلت لحضرتك قبل كده. ارجوك لو سمحت، لو سمحتوا ساعدوني ان اقدر يعني اوصل لكم صوتي كلكم على قدر الامكان. جبنا الاستاذ حسن حضرتك قبل كده وكلمنا عنه. تفتكر يعني قال ايه مثلا؟ اجور ومرتبات في الدوله المصريه، في جهاز العمل في الدوله المصريه.
في حاجه طبعا ساعدك انا، في حاجه اسمها اجر اساسي بيزك سالري، كويس، اللي هو بيبقى 500 جنيه مثلا ولا حاجه زي كده، ماشي. ايه في حوافز ساعات دي كانت للعمال العماله المؤقته، وده يساعدنا في فهم ان اصلا في نوعين من الناس، في عماله دائمه اللي هم موظفين الدوله اللي انا واحد منهم مثلا، وفي عماله مؤقته temporary employees و permanent employees. المؤقته دول ما كلمناش عنهم ساعتها فما اعرفش بيقبضوا ازاي. طيب الشخص بياخد basic salaries اللي هو مرتب رئيسي، وبياخد عليه حاجات allowances. allowance يعني ايه بالعربي؟ حوافز او مستحقات. مستحقات، كويس. وبيتخصم منه ايه؟ لا، بيتخصم منه deductions اللي هما ايه؟ لا، استقطاعات، ماشي كده. اسالوني بقى اسئله، اعتبروا ان انا دومين اكسبرت وانا اقول لكم. اتفضلي. اوفر تايم ولا لا؟ يعني موظفين الدوله في مكافآت بتدخل ضمن الاستحقاقات، ضمن الاستحقاقات دي، استحقاقات في من ضمنها مكافآت. في ايه تاني؟ اسالوني بقى اسئله كده. جزاءات، ممكن خصومات، ممكن بس يعني دي ضمن ممكن يبقى هنا في خصومات، بس طبعا خصومات دي حاجه استثنائيه، ده القلم اللي بايظ. لكن في استقطاعات دائمه. زي ايه كده استقطاعات دائمه؟ التامينات، برافو عليك. التامينات اللي هي انشورنس، التامينات برضو ده بايظ. ما هي التامينات دي هي اللي بتروح للمعاشات يا سيد. في عندك تأمينات ليها نسبة بقى، مش عارف بيدفع 2% على الأجر الثابت، ومش عارف كام على الأجر المتغير. الأجر المتغير اللي هو تأمينات. في ايه تاني؟ يس، اتفضل. طب خليك معايا. في ضرائب. في ايه تاني؟ اتفضل. طريق الدفع الرواتب ازاي بتتم؟ ازاي هي بتتم؟ كلها عن طريق تحويل بنكي، بنك ترانسفير من خلال فيزا البنك الاهلي على الاقل بالنسبه لجامعه القاهره. اتفضل. هتفرق معاك في ايه؟ هي لا تعني الاستاذ حسن. ده سؤال جميل جدا. الزميل بيسال سؤال بيقول لك المفروض الناس دي تشتغل كام ساعه، وده يقودنا الى حاجه تقريبا موجوده هنا في السلايدز في مكان ما، اللي هي الرسمه دي. حد فاكر الرسمه دي؟ الرسمه دي بتحدد ايه سكوب الابلكيشن بتاعك. What is the scope of your domain؟ بمعنى صح ان احنا حساب ساعات العمل ومتابعه الحضور والانصراف ده مش شغلانه الاستاذ حسن، واضح كده؟ دي شغلانه حاجه اسمها الشؤون العامه، هنا عندهم دفتر تحت والناس بتمضي فيه ما عدا الاساتذه والموادين ما بيمضوش، واضح كده؟ اتفضلي. يحتاج يعرف اتخصم منه. ما هو يقدر يطبع حاجه اسمها مفردات مرتب يعني، بس هو يعني خلينا نقول نطاق الاستاذ حسن هو حساب انت هتقبضي كام في اخر الشهر. لو جالك خصومات استثنائيه مثلا زي يعني مثلا خصم 3 ايام او جزء او اي حاجه زي كده، دي مش شغلانته يعني، هي بتجيله ان الشخص ده مخصوم منه كذا. اللي هو مين اللي من حقه يعرف؟ يطلع بقى لمديره الاداري ويساله انت خصمت مني ليه، ويتخانق معاه. دي مشكلته هو، مش عارف. ده سؤال جميل جدا. هل محتاج يبان عنده في الاستيتمنت الشهريه هو اتخصم ليه؟ ما اعرفش، ما كلمناش مع الاستاذ حسن في الموضوع ده. اتفضلي. بي سليب فيها التفاصيل، ما بيحصلش عندنا احنا. انت ممكن تطلبي مفردات المرتب لكن هو بيتحول لك على البنك اوتوماتيك، بس لو عايزه تعرفي الشهر ده ليه اختلف عن الشهر اللي فات تنزلي تكلميه. اتفضل. المعاشات اللي هي التامينات حضرتك، خصم المعاشات اللي هو خصم التامينات عشان تاخد معاش في الاخر، بس في خصومات تانية زي ايه كده؟ اتفضل. عايشين احنا في يوتوبيا هنا مثلا؟ زياده ده لو خد مرتبه سليم يحمد ربنا.
عارف انت قصة الخنزير ولا مش عارف ايه، لما واحد راح للحخام واشتكى له ان ظروفه صعبة وحياته معقدة وبتاع، فقال له حط خنزير عندك في البيت. طبعا خنزير محرم على اليهود زي المسلمين، فحط خنزير، فقال له ايه ده خنزير في البيت وبتاع والدنيا باظت خالص. فراح قال له حط 2 خنزير لغاية ما وصلوا 6. في الاخر بقى قال له انا خلاص هولع وانتحر، هولع في نفسي. فقال له طب شيل خنزير 2 3 الحمد لله بقينا كده الحمد لله، البيت اخر راحه دلوقتي بدون خنازير. مفيش يا ابني الكلام ده، بس في حاجه هنا اسمها صندوق الزماله. صندوق الزماله از لايك تكافل اجتماعي كده، يعني لو حد توفى او اصيب في حادث او كده بياخد مكافاه. وفي كمان هنا صندوق الطبي ميديكال انشورنس. اسكتي يا انسه. طيب استحقاقات هنا في بدل معرفش ايه كده بتاع زواج واسره. حضرتك لو جوزت ممكن تاخد 6 جنيه زياده، ولو عندك عيال ممكن تاخد 2 جنيه على عيل. نعم. الاجازات وهل هي مدفوعه ولا لا؟ هو طبعا هنا جزء من الخصومات اللي هو غياب او مرضي. مرضي تقريبا بتاخد مرتبك لفتره معينه 3 شهور زي ما هو، بعد كده بيحصل بعض الخصم. يعني في لو انت متغيب لاسباب ما ليها حسبه برضو تانية. كويس. ايه لا، ما هو لو غاب من اجازته الطبيعيه الاعتياديه او العارضه اللي هي اجازه غير يعني لظرف طارئ، خلاص مش مشكله. درجات الموظفين هو طبعا الدرجه بتاعته بتحدد البيزك سالري بتاعه، وكل الحاجات دي بتبقى نسب من البيزك سالري، دي برسنتج من البيزك سالري. كويس. نعم. مرتبات بتتصرف امتى؟ سؤال جميل. يعني ما اعرفش ايه علاقه ده بالاستاذ حسن. هو استاذ حسن هي جامعه هي اللي بتحول مرتبات على البنك الاهلي مباشره، ان استاذ حسن هو اللي بيرفع لهم من هنا كشف المرتبات المفروض يدفع شهريا ومختوما وموثقا من الاداره الماليه. في عندنا برضو حاجه هنا نسيناها اللي هي بيسموها علاوات دوريه، ودي كانت قصه لوحديها كده، كل علاوه ليها نسبه، علاوه سنه كذا بنسبه كذا. ايوه. طيب ايه هدف هذا الاكسرسايز اللي احنا عملناه؟ اتفضل. في بعض الاعياد لو نزلت الدوله كلها سنويا بيبقى في حاجه اسمها بدل كنترول، ويعني اعمال الامتحانات، بس دي بتبقى مكافاه على نهايه الترم كده او بعد نهايه الترم. طيب اللي عايز اوصله لحضرتك ان حاجه قد تبدو بسيطه، ان انت مثلا بتقبض او بابا بيقبض من الشغل بتاعه او اي موظف، في جواها تفاصيل كتير لا يمكن اغفالها. كويس. لازم تعرفها بالسحتوت، يعني سحتوت سحتوت كده علشان ما تغلطش في حساب مرتبات الناس. فده فهم الدومين. ده طبعا ده كل ده كنا بنتكلم عن الترمينولوجي، المصطلحات اللي موجوده في الدومين، لكن هنا كان بيقول لك في كام حاجه كده تحطهم في الدومين. جنرال نوليدج، كاستمرز اند يوزرز. طبعا هنا الناس مين يعني المتعاملين مع هذا الدومين؟ موظفين، المحاسب، والاداره الماليه كلها، اداره الكليه لان في النهايه هي مسؤوله عن صحه عمل الناس دي، البيئه العامه بقى المحيطه اللي هي القوانين اللي بتحكمه، اداره الماليه في الجامعه اللي بتراجع وراه، تاسكس اند بروسيجرز. مقصود بيها ايه؟ يعني بيعمل ايه عشان يحسب المرتب، بيبدا منين وبيحسب ايه بعد كده، وايه اللي بيتحسب قبل ايه، والنسبه دي نسبه البدلات دي بتطبق على المرتب الرئيسي ولا الاجر المتغير، والخصومات نفس الشيء، التامينات مثلا ليها نسبه من الاجر الرئيسي ونسبه من الاجر المتغير وهكذا. حد تاني يدينا مثال على دومين هو اشتغل فيه النهارده، يعني في الاساينمنت اللي فات وكان سعيد جدا بالشغل بتاعه. اي دومينز؟ الاخ اللي لابس كمامه ومشبك صوابعه، حضرتك عملت دومين ايه يا فندم؟ وات واز يور دومين؟ اونلاين بانكينج. انت عندك حد قريب شغال في الموضوع ده؟ كويس.
ادينا نبذه عامه كده عن اللي وصلت له. ستاند اب بليز. اتفضل. جنرال نوليدج. تيجي تتكلم في المايك بدل ما كرر. لا ليه؟ تعالى. بسرعه شويه.